حسن غنيمة ومنتخب زامبيا بعد الهزيمة. تفضل يا حسن. من مدينة العين بالإمارات العربية الشقيقة، تحياتي ليك كابتن سيف زاهر، تحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. هنا في معسكر منتخب زامبيا، بالرغم من الهزيمة في الدقائق الأخيرة بهدف، إلا أنهم في حالة ارتياح هنا في معسكر الإقامة بمدينة العين، وشايفين أن ده يعني هزيمة بمثابة المكسب ضد منتخب كبير زي منتخب مصر. يمكن النهاردة طول اليوم كان واضح جدا يعني معالم القلق على مسؤولي زامبيا، ودايما بيجيبوا فيديوز وبيفرجوها للاعيبة زامبيا لمواطن القوة والضعف في منتخبنا الوطني عشان يطلعوا بأفضل نتيجة وأفضل أداء أمام منتخبنا الوطني. كمان على الجانب الآخر كمان بعثة منتخبنا الوطني هنا في العين حالة من الارتياح، فوز معنوي مهم جدا كان أفضل من النتيجة التعادل السلبي، وخاصة كمان أنه اللاعبين طالعين يعني حاسين بارتياح، أنه الجماهير المصرية اللي حضرت النهاردة في استاد هزاع بن زايد طلعوا من الملعب مبسوطين، يعني حتى في بعض اللقطات اللي لم ترصدها الكاميرات يمكن اللعيبة احتفلوا احتفال بسيط كده لأنها مباراة ودية مع الجمهور، ودوهم تحية من ملعب هزاع بن زايد. وكان أكتر اللعيبة اللي حصلت على التحية كان زيزو وكان حمدي فتحي اللي سجل الهدف النهاردة بلس 90. كمان يعني لو اتكلمنا كمان عن مقر منتخب زامبيا، يمكن هم في اللحظات دي بعد ما دخلوا مقر الإقامة دخلوا على طول على قاعة المؤتمرات عشان يتناولوا وجبة العشاء بعد المباراة، وهم بيتناولوا الوجبة كانوا بيتفرجوا على القرعة عشان يشوفوا حظهم ايه في الكان في كوت ديفوار. يمكن دي كانت معظم الأجواء والكواليس الموجودة هنا من مقر إقامة زامبيا. بالتأكيد العودة إليك كابتن سيف زاهر، تفضل. شكرا جزيلا لزميلنا المتألق حسن غنيمة. دي كانت أجواء بعد المباراة لفريق زامبيا.